وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصلى صلاة الكسوف إن كان الكسوف جزئياً ولا يرى بالعين المجردة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا إذا رأيتم منهما ذلك، رأيتم منهما ذلك. أما مجرد الوهم أو أن نجيب مكبرات للرؤية، هذا من التكلف الذي لم يأمر الله به ولا رسوله. إن ظهر لنا وشفناه نصلي كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ما ظهر فلا نعتمد على قول الحاسب ولا على أن نروح ندور مكبرات مجهرية وغير ذلك، هذا من التكلف والتنطع. نعم.